حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المهندس محمد سودان. سيد محمد، ما الرسالة التي يبعثها السيسي مجددا من خلال هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم مشاهدينا في الاسلام. الحقيقه من خلال المقاله اللي كتبها رئاسه الرئيس كمدفوع عن التحسيس منذ ايام بسيطه ثم هذا الحوار، يبدو ان التحدي الاعظم بعد فتح السيسي امامه هو الاسلام السياسي، او بالاحرى ممكن نقول جماعه اخوان المسلمين خاصه، ثم كل المعارضين عامه. فبالتالي هو يوصل رساله الى المنظمه الشيوعيه او الى الحزب الشيوعي او الى المجتمع الدولي اذا خدنا في العموم، انه قادر على ضحك الاسلام السياسي وتدميره، وهذا هو التحدي الاكبر له. لكن طبعا سبقه في هذا المنوال عبد الناصر وفشل وغيره سيرتن ان شاء الله، وخاصه ان جماعه اخوان المسلمين بالتحديد كلما ضغط عليها تمددت وانتشرت، وهو لا يفهم ذلك ابدا ولا يعي ذلك ابدا، ولكن كان اوعى منه. طيب ما العائد على عبد الفتاح السيسي من هذه التصريحات خارج مصر امام الحزب الشيوعي؟ هو يحاول توضيح انه قادر على السيطره على مصر، لان كما قال من البدايه ان مصر هي مفتاح افريقيا لدوله الصين او للعالم كله، فبالتالي وان هو يحظى بعلاقات جيده مع معظم دول افريقيا، وهذا الكلام عادي من الصحه. فبالتالي يحاول التودد اليهم انه مسيطر على الوضع في مصر. طيب اذا كانت هذه رساله عبد الفتاح السيسي امام شعوب العالم او الشيوعيه تحديدا بان التيار الاسلامي حاول ركوب الموجه كما يقول للحصول على مكاسب والوصول الى سده الحكم، ما رسالتكم انتم كحزب الحريه والعداله مقابل هذا التوجه من النظام في مصر؟ لا الحقيقه يعني حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين منذ الانقلاب السياسي في 3 تموز 2013 يعني طلع استراتيجيه تماسك الجماعه وتماسك اعضاء الحزب بقدر المستطاع، ما ان بعض افرادها واعضائها من خلافات، حتى تسنو اللحظه لسقوط هذا النظام الفاشي لا محاله، هو ساقط لانه يدير المنظومه او يدير الدوله بعدم خبره، يديرها بالقهر، وهذا القهر محاله ساقط. فبالتالي لابد عند الانهيار تكون الجماعه الجزائريه. لا نقول نحن يعني نريد السيطرة على الدولة أو الحكم على الدولة، لكن نريد مصر حرة، نريد الشعب المصري حر يحكم نفسه بنفسه، لا تأتيه الأجندة الخارجية لتنفيذ ما يعني يملى على قادته، لكن نريد مصر حرة تحكم نفسها بنفسها. شكرا جزيلا لك أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المهندس